بعد اول البوم اللي هو نزلت نسيت، كان بقالي فتره بجهز الالبوم اللي بعده هيكون بنفس الطابع نوعا ما قريب منه. كنت متابع جيد للصناعه من زمان، فهو الفكره في الموضوع ده ان النجم نفسه او ان شركه الانتاج او النجم بيكون محتاج يدي الاغنيه حقها. موضوع زمان كان شرايط او سيديهات، فكان كل اغنيه بتتسمع، لان يعني انت شاري السي دي فانت هتسمعه كله. انما دلوقتي الموضوع بقى ابسط بقى على الديجيتال على طول. للاسف حاجه قصاد حاجه، يعني لو انت عايز ده هتخسر قصاده ان كل اغنيه تاخد حجمها لوحدها تتسمع. في المقابل هتاخد ان انت عملت البوم. انا بقيت بعمل زي اللي بيتعمل دلوقتي، اللي هو هننزل سنجلات، بس السنجلات دي مرتبطه ببعض في اطار معين، اللي هم ده الالبوم الاول زي ما عملنا في الالبوم الاول. الالبوم ده ميال اكتر لانه يكون نفس الطابع اللي فات، علشان مستني الصيف لما يجي ممكن بقى وقتها هيبقى في البوم تاني في الصيف. يعني السنه اللي جايه دي نوعا ما مصيريه بالنسبه لي، لان هيبقى فيها البومين هنزل في الالبوم ده واللي مش هلحق. يعني انا مثلا كنت هكلم بصراحه، كنت حاطط ان الالبوم ده 10 اغاني كلهم حزين غير اللي فات، فكنت مقسمهم على وقت معين، الوقت ده ما ظبطش فهبدا انزل في الالبوم. والله نزل العشرة كان بها، نزل 8، نزل 6، فتمام. أغنية زي تنسيت دي مكتوبة من زمن، من سنين لشخص ما عرفش عنه حاجة دلوقتي، بس الأغنية دي كانت السبب في إني أرجع تاني، فاهماني؟ وقتها لما كتبت الأغنية دي كانت سيئة جدا، بس بعد ما خلصت شايفة اللي هو أنا اسمه أثر الفراشة، اللي هو حاجات بسيطة جدا ممكن تحصل، بس هي دي اللي هتعمل أثر ما تتخيلوش. I'm